تقول: أعلم أن لبس الأسود أفضل شيء للمرأة، هل الألوان حرام في الخروج؟ مع العلم أنني امرأة ولله الحمد ارتدي الحجاب الكامل مع لبس غطاء الوجه، هل كشف العين حينئذ محرم؟ جزاكم الله خيرا. لبس المرأة ليس له لون محدد، وإنما يتبع العادة، عادة النساء في البلد، إلا أنه لا يكون فيه زينة. إذا أرادت الخروج فلا تلبس ثياب الزينة والتجمل، وإنما تلبس ثيابا عادية ليس فيها زينة وليس فيها ما يلفت النظر، مع كونها ساترة وضافية. وإذا أخرجت عينا واحدة أو عينين، العينين فقط، ولم يخرج معهما شيء من الوجه، فلا بأس بذلك لتبصر بهما الطريق. وإن كان الأفضل والأكمل أن تغطي وجهها غطاء كاملا، ولكن إذا احتاجت إلى إخراج العين أو العينين فقط فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.